وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، علاقات مصرية أوروبية في تطور مستمر خاصة منذ عام 2014. كيف ترى هذه العلاقات على كافة المستويات من الشراكات المختلفة؟ يعني أوروبا بالنسبة لمصر شريك أساسي في عدة جوانب، يعني احنا ده يعتبر من أعلى شركاء في التبادل التجاري، بحيث أن مجموع الدول الأوروبية بحكم القرب، بحكم معرفة الأسواق الأوروبية بالمنتجات المصرية، بحكم استيراد مصر من بيسموها السلع الرأسمالية، اللي هي السلع اللي بتدخل في التصنيع وبعض الصناعات الخفيفة والمتوسطة. فبالتالي يعني أوروبا علاقتها بمصر متنوعة. أيضا بالنسبة لمجال التعليم العالي، هناك في البعثات المصرية، وده مجال مهم للغاية، البعثات المصرية التي تذهب إلى الجامعات في كل الدول الأوروبية، وبالتالي بتعود بكل ما هو جديد. بالنسبة للثقافة، أوروبا بتعتبر السياحة المصرية، لأن بيسموا أن مصر دي هي يعني أم الدنيا فعلا من ناحية الحضارة والتاريخ والتراث الحضاري، وبتساهم العديد من الدول الأوروبية في المساعدة في الاستكشافات الجديدة في كل بين كل حين وآخر من الآثار المصرية. أيضا يلاحظ أن نمو كبير في العلاقات العسكرية، يعني بالذات مع فرنسا نلاحظ ان في تطور في القوات الجويه، تطور في القوات البحريه، مع المانيا ايضا ان احنا جبنا غواصات من المانيا. الى جانب هذا هناك التنسيق السياسي، باعتبار ان مصر دوله يعني اكبر دوله عربيه لها دور في عمليه السلام، في عمليه الاستقرار، أيضا في المساهمة في حل دور محوري في كافة القضايا. لكن أيضا دعني أتكلم تحديدا عن ملفات الطاقة والشق الاقتصادي. غدا نحن على موعد هام جدا مع مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وهناك منتدى شرق المتوسط، هناك الغاز الطبيعي وترسيم الحدود الذي تم من سابق مع اليونان وقبرص، والكثير والكثير فيما يخص هذه المجالات تحديدا. كيف ترى هذا الشق وهذا الملف؟ يعني هذا الملف يحتاج منا إلى اهتمام مكثف في شقين، سواء شق إنتاج الغاز، لأن احنا حصل فيه تعثر لابد من بحث أسبابه وتجاوزها بالتعاون مع الدول الأوروبية. ثانيا الطاقة النظيفة، يعني هناك بعض الآراء في ألمانيا وفي فرنسا ودول أخرى أن مصر ممكن أن تكون مصدرا للطاقة النظيفة، بالذات عندنا منطقة الصحراء الغربية أو الساحل الشمالي كله، ده يستطيع أن يصدر إلى أوروبا الطاقة الشمسية وهي طاقة المستقبل، لأن عندنا أكثر من 320 يوم في السنة شمس مشرقة. هذا مصدر مهم جدا لتنميته. أيضا بمناسبة المؤتمر، الاستثمارات، يعني نحن في حاجة إلى استثمارات في مجال الإنتاج، لابد أن نستمع جيدا في هذا المؤتمر إلى مطالب الأوروبيين، لأن هم لهم مطالب معينة علينا أن نستجيب لها حتى لا يتكرر ما حدث في مؤتمر 2015 في شرم الشيخ. كان مؤتمر ناجح للغاية، ولكن يعني الاستجابة من جانبنا ما كانتش مشجعة للمستثمرين. أيضا بالنسبة للاستثمار، دائما المستثمر المصري هو الجاذب للمستثمر الأجنبي، فنحن نريد من أوروبا أن تأتي أيضا للمساهمة، ليس فقط في تكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا المعلومات قطاع مهم جدا، وده من القطاعات العالمية حاليا، ونجد أن مثلا دولة زي الهند أصبحت الآن في مقدمة الدول اللي بتصدر البرمجيات وغيرها، ولكن نحن نحتاج أيضا إلى صناعات نستعيد بها عما نستورده في مجالات عديدة. أيضا في مجال الزراعة، التوسع الرأسي اللي هو زيادة الإنتاجية في نفس المساحة، ده محتاج أيضا الدول اللي لديها خبرة، سواء هولندا أو البرتغال أو إسبانيا أو غيرها من الدول، وإيطاليا اللي لها مجال لها خبرة في مجال الزراعة والتوسع الرأسي في الزراعة وإنتاج محاصيل
تصديرية أيضا. نعم. بالنسبة لمجال الأمن هناك تعاون، أوروبا دائما بتركز على هذه النقطة، ولا جدال في أن في تعاون مشترك منذ سنوات طويلة بيننا وبين أوروبا في مجال الأمن ومجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولذلك نريد أن يركزوا على هذه النقطة فقط، وإنما التركيز يكون على أولا تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، لأن تحقيق السلام سيتيح فرصة منطقة الشرق الأدنى تهيئة أكثر هدوءا للاستثمار وجذبه. بالتأكيد هو المجال الحيوي للاستثمار هو تحقيق السلام والاستقرار. عندنا منطقة الشرق الأدنى اللي هي بتشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، هذه المنطقة غير مستقرة، وبالتالي ده منطقة بيضيع فيها الاستثمار وبتأثر على التجارة وعلى أشياء كثيرة. نريد أن ننهي هذه المأساة في قطاع غزة. لابد أن الاتحاد الأوروبي يلعب دورا أساسيا في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا يجب أن تشارك إسرائيل في هذه المجزرة وهذه المأساة الإنسانية. نعم. أيضا حل القضية الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية عليها أن تعترف بالدولة الفلسطينية، يعني في بعض الدول اعترفت ولكن تستكمل بدولتين كبيرتين أو ثلاثة زي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكذلك إيطاليا. نعم. إذن هي خطوط متوازية على كافة المستويات، سواء اقتصادية سياسية أو حتى ثقافية، وفيما يخص تكنولوجيا المعلومات. أشكرك مجالات التعاون المصري الأوروبي، أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق.